تقوم باطلاق النار على المواطنين النازحين من شرق هنين. هذا هو المشهد عن قرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حاله من الحرام اذا المواطنين شرق هنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. اطلاق نار بشكل مباشر على المواطنين شرق خان يونس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. نفرونا الله اكبر عليهم. بس شوفوا كيف الاطفال، شوفوا احنا نفرنا كل حاجه. الله ياخذهم. بس ايش اللي ايش اللي بصير ايش اللي بصير ايش قادرين ايش ايش اللي بصير ايش اللي بصير يا اختي؟ دول رايحين جايين، دول داخله، دول يخشوا عندنا وقادرين.